حياكم الله في الليلة. سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بكل الثقل الذي تعنيه المملكة الذي تمثله المملكة العربية السعودية يصل إلى موسكو في زيارة هي الأولى لملك سعودي، وفي ذات التاريخ والوقت الذي باتت تمثل فيه روسيا رقما حاضرا ومهما ومحوريا في ملفات المنطقة. زيارة تاريخية محورية تشير إلى أننا لسنا بلد الحلف الواحد أو القطب الواحد، مصالحنا وقوتنا تجعلنا قادرين على أن نكون حاضرين لدى مختلف القوى. نحن الذين أعدنا تعريف مفهوم القوى العظمى في العالم، واستطعنا أن ندير أعقد الملفات في المنطقة في الوقت الذي دبت فيه الفوضى في الكثير من العواصم. الأستاذ هاني وفا والدكتور فايز الشهري والدكتور أميل أمين من القاهرة شركاء النقاش في حلقة الليلة التي تتناول هذه الزيارة التاريخية. إلى أي درجة ستكون الملفات المحورية في المنطقة التي فيها حضور ودور روسي ستكون حاضرة في هذه الزيارة؟ إلى أي درجة ستنعكس هذه الزيارة على هذه الملفات مختلف أشكال العلاقة بين المملكة بين الرياض و موسكو ومستقبلها بعد هذه الزيارة؟ في تقرير يسير عدو الزملاء بعد التقرير النقاش. تفضل. غدا تبدأ زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي زيارة هامة سوف تركز على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين وتجدير وتعميق علاقات التعاون بينهما لما فيه مصلحة الشعبين. ومن المعروف أن العلاقات بين البلدين جيدة للغاية، ولا بد من استثمارها للتعاون في مجالات عديدة. وتتمتع المملكة وروسيا بأثقال سياسية واقتصادية سوف تمكنهما من بحث القضايا العالقة سواء على مستوى إقليمي أو دولي، فاهتمامات البلدين تنصب في روافد معالجة سائر القضايا في بؤرها الساخنة للوصول إلى أنجع السبل المفضية إلى إحلال السلام والأمن في كافة أرجاء المعمورة والعمل على احتواء ظاهرة الإرهاب في كل مكان. والمملكة وروسيا مؤهلتان لبحث تلك القضايا والأزمات. وللزيارة أهميتها الخاصة بالنسبة للمملكة، وهي تبدأ في تطبيق رؤيتها الطموح 2030، وهي رؤية تقتضي إبرام المزيد من الاتفاقيات المشتركة مع سائر دول العالم لا سيما الصناعية منها لتفعيل المشروعات المشتركة بين المملكة وتلك الدول من أجل توطين الصناعة بمملكة والدخول في مشروعات استثمارية مجدية بينها وبين تلك الدول ومن بينها روسيا. زيارة هامة سوف تعطي المملكة فرصا كبرى لعقد سلسلة من الشراكات التي يهم المملكة التوقيع عليها مع روسيا، كما أن المملكة من جانب آخر تريد الوصول إلى تسويات عقلانية لكل الأزمات والقضايا العالقة في المنطقة الأقليمية والدولية. فالرغبة ملحة للوصول إلى قرارة تؤدي إلى حلحلة تلك الأزمات بما يعطي فرصة لشعوب العالم كي تنهض بمقدراتها وتحقق إنجازاتها في النهضة والبناء. من جديد في الليلة أهلا وسهلا بكم. إذن تتويجا لتسعة عقود من العلاقات بين الرياض وموسكو خادم الحرمين الشريفين يصل أو وصل بحفظ الله ورعايته اليوم في بداية وفي مستهل هذه الزيارة المحورية. هاني وفاء. وبالتأكيد يعني الزيارة تاريخية بكل المقاييس، يعني كون الملك سلمان حفظه الله أول عاهل سعودي يزور روسيا بعد هذه السنة الطويلة تسعة عقود أعتقد لها أهمية. لكن طبعا هو سبق تمهيد لهذه الزيارة طبعا عودة العلاقات، إذا نظرة سريعة التاريخ من التسعينات نعم. من التسعينات بدأت، ومن ثم زيارات توالت من الملك عبد الله يرحمه والأمير سلطان الله يرحمه، الملك سلمان عندما كان أمير للرياض،
من ثم أعتقد أن هي النقلة النوعية جاءت أيضا زيارة الأمير محمد بن سلمان العام الماضي هي عام 2015 وبداية 2017 نعم. هذه أعتقد هي الانطلاقة الحقيقية للعلاقات الروسية السعودية والسعودية الروسية. أعتقد أن هذه كانت انطلاقة في نقلة نوعية للعلاقات، هي كانت علاقات عادية حتى خلال الفترات السابقة، كان هناك نوايا جيدة، ولكن أعتقد مع الزيارات والدور الروسي اللي هو تدخل أعاد التدخل في شؤون المنطقة، روسيا جاءتها فترة ابتعدت عن منطقة الشرق الأوسط لكن تدخلت روسيا، وبالتالي أعتقد أنه عاد العلاقات معها سواء السياسية أو الاقتصادية بهذا الزخم أمر مهم جدا. روسيا دخلت المنطقة من جديد مثل ما أشار، يمكن في فترة الفراغات اللي خلفها الانسحاب الأمريكي عن ملفات المنطقة، السياسة السعودية أعادت واشنطن إلى المنطقة إنما من خلال القوى المؤثرة في المنطقة المملكة ودول الخليج ومصر، وفي ذات الوقت أعادت فتح مسارات التعاون مع موسكو اللي باتت واقعا في المنطقة. هذا كيف نشوفه في سياق فهمنا للسياسة السعودية؟ هو بلا شك واضح الزيارة هي تأتي تتويج لمرحلة جديدة أو حقبة جديدة في السياسة السعودية، وهي تسمية الأشياء بأسمائها، وأيضا نقض المتفق عليه عرفا في السياسة خلال العقود الماضية بما تمليه الواقعية السياسية والمعادلات الدولية الجديدة. الآن الاتحاد السوفيتي لم يعد الصورة السابقة التي رسمها لنا في الغالب الإعلام الغربي، ورسمتها أيضا العقيدة الشيوعية التي كانت تسيطر وتهيمن على الكثير من مجريات الحياة في الاتحاد السوفيتي، وأيضا تحدد علاقاتها مع العالم الخارجي وبالذات في العالم العربي. كانت هذه الثنائية بين الشيوعية وغير الشيوعية في كل دولة عربية تقريبا، سواء على شكل أحزاب أو على شكل تشطير كما كان اليمن إلى قسمين وسوريا اشتراكية وبعض الدول. نعم. هذه العلاقة المرتبكة التي كانت العقائد أو الأيديولوجيا هي التي تحكم، الآن ظهرت معادلة جديدة أصبحت المصالح، وأيضا إعادة توزيع التكتلات في العالم. المملكة العربية السعودية التقطت هذا التغير في المعادلات الدولية. ذكرتم الأمير محمد بن سلمان زار روسيا مرتين عام 2015، ثم زارها بداية هذا العام في مايو 2017، وأعلنت الكثير من الاتفاقيات والتفاهمات، وبناء على هذه الزيارات كان هناك تغيرات واضحة سواء في مجال الاقتصاد والطاقة تحديدا البترول، وأيضا في مجال الملف السوري أصبح هناك على الأقل اتفاق على الخطوط المشتركة الكبرى للخروج من هذه الأزمة. ولذلك السياسة السعودية الجديدة الآن لم تعد مكبلة بالأطر القديمة للعلاقات والتحالفات، عقدت اتفاقية وصفقة القرن مع الولايات المتحدة الأمريكية، هد تو هد دبلوماسية الآن، الناس الرأس مع الرأس مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا، قبلها في الجولة الآسيوية. المملكة بثقلها ومساحتها وموقعها الروحي والاقتصادي لديها القدرة على المرونة والحركة، ولذلك تلاحظ أن كثير من الدول التي تحاول أن تنافس المملكة في سياسات صغيرة هي تقوم بأدوار وتوقعت أنها أصبحت تستطيع أن تكون هي الصانعة. هو دور صغير منح لبعض الدول الصغيرة في المنطقة، وبالتالي حينما انتهى هذا الدور لمشاغلة سياسية تعود الأمور لطبيعتها إلى الدولة تستطيع أن تحمل هذا الثقل السياسي والإرث الأمني والعسكري في المنطقة، حتى يمكن أن تجنب المنطقة المزيد من الانهيار الذي حصل بعد سياساتها وجاء للأسف شاركة فيها الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور إيميل أمين من القاهرة، يعني في هذا السياق أيضا كيف ممكن أنه نقرأ هذه العودة للسياسة الأمريكية للمنطقة من خلال القمة اللي احتضنتها الرياض، وهو ما يمكن تسميته بإعادة توجيه للأداء السياسي في المنطقة بما يخدم دول الاعتدال ويخدم الاستقرار في المنطقة؟ وفي ذات السياق أيضا هذه الزيارة السعودية لموسكو اللي باتت رقم حاضر ومؤثر في أبرز وأعقد ملف من ملفات المنطقة وهو الملف السوري. مساء الخير أستاذ يحيى وعلى ضيوفك أهلا. الكرام وعلى مشاهدينك، وشكرا على هذه الدعوة للمرة الأولى. أنا أستطيع أن أطلق على هذه الزيارة أنها زيارة إعادة ضبط المسافات في الوقت القيم. هذه تعبيرات علم نفس، ضبط المسافات أي جعل المسافات متساوقة، وهذا أمر تقتضيه الدبلوماسية الاستشرافية في العالم الواقعي وليس في العالم الخيالي. الأمر الآخر في الوقت القيم أي الوقت الحساس والفاعل والمهم الذي تتغير فيه
معايير وموازين القوى الدولية. الآن لا يوجد نظام عالمي واضح المعالم، إنما تكاد تكون هناك قوى مختلفة، البعض منها متقدم. الولايات المتحدة الأمريكية نقول عليها باللاتينية بريموس انتر باريس، بمعنى الأول بين متساوين. الآن العلاقات الاستراتيجية الأمريكية السعودية هي علاقات متميزة للغاية، وقد كانت القمة السعودية الأمريكية في الرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة ناجحة بكل المعايير، ولكن ليس معنى هذا أن تكون الدبلوماسية السعودية حكراً أو حصراً أو حسراً على الأمريكيين فقط. من هنا يمكن للمحلل السياسي المحقق والمدقق فهم ماذا تعني هذه الزيارة إلى موسكو. تعني أنه لابد من توازنات خارجية بين الشرق والغرب، لا سيما وأن هناك إشكالية لابد أن نصارح أنفسنا بها، وهي أن إدارة الرئيس ترامب حتى الآن لا تزال مرتبكة، لا ندري لمن اليد العليا فيها. هذه واحدة. الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مصابة بمورال بارادوكس، مصابة بشكل من أشكال الإزدواجي الأخلاقي، قد تكون اليوم صديق وفي الغد يعني تقلب لك ترس المجن كما يقال. ثالثا أن هناك مناطق رمادية عديدة، يعني موقف الإدارة الأمريكية من قطر على سبيل المثال موقف غير واضح وموقف متلاعب بمقدرات المنطقة وبالإرهاب الذي تأوي قطر. الآن تأتي زيارة الملك سلمان لمحاولة خلق واقع جديد. من هنا نقول أن طرح القضايا المصيرية يبدأ من الذات وليس من الآخرين. من هنا نوجه التحية للدبلوماسية السعودية التي أدركت بالفعل أن العالم يتغير، ومن هذا المنطلق كان لابد من إعادة التوازنات من الرياض إلى بكين إلى موسكو إلى واشنطن مرورا ببقية العوالم والعواصم حول العالم. طيب يعني شكرا لك. في هالسياق يمكن في مثل مهم ربما نأخذه وإحنا نقرأ تعاطي روسيا مع الأداء السياسي السعودي في المنطقة. الروس كان موقفهم خلنا نقول محايدا أقرب للإيجابية فيما يتعلق بالملف اليمني. استوعب الروس أنه مثل هذه الملفات إنما تدار من خلال القوى الكبرى في المنطقة. الآن كيف يمكن يعني توصيف هذا الموقف الروسي من الملف اليمني وهو يمكن تحول أصلا في شكل الحركة في المنطقة؟ يعني المنطقة لأول مرة يعني من ثلاثة عقود أول مرة تشهد تحالف بمعنى تحالف، وكيف يمكن أنه ينعكس هذا تأييدا لمستقبل الإجراءات السعودية أو إجراءات التحالف العربي في اليمن؟ وخلينا نأخذ سؤالك حال خلينا نقتبس من في مسؤول في معهد الروسي للسياسات الخارجية والدفاع قال كلمة مهمة جدا، قال السعودية هي حارسة بوابة الشرق الأوسط. هذا يعني أنه روسيا ومن خلال تصاريح كثير روسية تتحدث عن المملكة ودورها وثقلها في المنطقة في الإقليم تحديدا، وليس في المنطقة العربية لكن إقليم الشرق الأوسط. من هذا المنطقة أعتقد أنه روسيا همها بالنسبة للموضوع اليمني تحديدا من تفضلت أنت هو موقف حيادي أقرب الإيجابي، لأنه روسيا رأت أنه التحالف العربي هذا هو السبيل الوحيد لإخراج اليمن من مأزق، وبالتالي يجب أن يكون هناك له دعم دولي. احنا نعرف حتى ليس الموقف الروسي ولكن حتى الموقف الأمريكي البريطاني لا توجد مواقف حازمة في هذا الملف تحديدا. هذا طبعا سياسات خارجية تعتمد على كل دولة، لكن بالنسبة لروسيا أعتقد هي في الإطار نفسه هي تريد الاستقرار للمنطقة، لا تريد فتح ملفات جديدة. هناك ممر دولي مائي مهم جدا باب المندب، أعتقد أن مرور الملاحة الدولية مهم بالنسبة لها، ولكن دون أن تأخذ يعني قرار واضح، ولكن هو أقرب الإيجابي، وبالتالي أنا أعتقد هو موقف مؤيد للتحالف العربي مؤيد للشرعية اليمنية، ولكن دون الخوض في التفاصيل. أنت معنا في التوصيف أولا دكتور؟ الواقع يصف نفسه من أكثر من زاوية، لكن من الواضح أن الاتحاد الروسي أو روسيا الحديثة هي تتحرك بآليات وأشكال سياسية غير مسبوقة.
يعني هذا الدفء في العلاقات مع سوريا تحديدا هو ربما يعزى إلى الجانب الروحي في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. لا ننسى أن أول شخص أرسل لدعم الروس في القرن الخامس عشر هو قس روسي اسمه ميخائيل، أرسلته كنيسة القسطنطينية في ذلك الفترة قبل أن تسقط أو تفتح القسطنطينية من قبل العثمانيين. الأمر الآخر هو أن روسيا الملحدة الشيوعية الكافرة التي كانت في الخطاب الموجود في كل مكان حتى في الغرب شفشان إسلامي نعم وحتى في الغرب كان يستخدم هذا الخطاب ضمن الحرب الناعمة التي كانت متبادلة في أثناء الحرب الباردة. روسيا أصبحت أكثر قربة للروحانيات والأديان وأصبحت تضم هذه الأديان. الإسلام تقريبا هو الديانة الثانية الآن في روسيا، قرابة 20 مليون في روسيا هم من ولذلك تدرك روسيا، تتحدث عن المملكة الروسية، تدرك روسيا أن المملكة ربما تكون البوابة الأنسب لدخول العالم الإسلامي تحديدا، وهي بلا شك بوابة ممتازة جدا لدخول العالم الاقتصادي الجديد من خلال سلوك متناغم في سياسة النفط، يعني سلوك غير يعني كان في السابق روسيا تمارس ما تشاء وأسواقها محدودة أثناء ما كانت محاصرة، الآن تريد أن تنسق مع المملكة كمنتج كبير للنفط وشريك في الأسواق العالمية. أيضا السوق السعودي في رؤية 2030 مغري، هناك الكثير من مشاريع في الطاقة والتعدين والطاقة النووية، هذه لا يمكن أن تنفذ إلا من خلال دول عظمى وعملاقة مثل روسيا. نعم. روسيا كما ذكرنا في أكثر مناسبة هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، فيها أكثر من 83 كيان فيدرالي متحد، فيها قوميات تتجاوز 120 قومية، أكثر من 100 لغة. هذه دولة اختصرت كثيرا في الأدبيات في الماضي، والشعب الروسي عانى كثيرا، مر بحوالي 4 أو 5 ثورات في القرن العشرين، إحدى الثورات كان ضحايا أكثر من 20 مليون. كل هذه المعادلة أنتجت مجموعة من النخب الروسية يعبر عنها هذا الرجل فلاديمير بوتين، أنتجت روسيا جديدة فعلا، روسيا جديدة تطلع إلى مصالحها ولديها القدرة على كسر كل القواعد القديمة. طيب في فاصل وبعدها برجع لك إيميل أمين من القاهرة، تفضل أحمد. من جديد في الليلة أهلا بكم أستاذ هاني وفا، دكتور فايز الشهري، ومن القاهرة الدكتور أميل أمين، شركاء النقاش في حلقة الليلة. بسألك أميل أمين من القاهرة، يمكن هذا كنا نحكي تحت الهواء، رغم يعني ما يمكن وصفه بالرفض لما شاهدناه من ضحايا نتيجة الواقع كله في سوريا سواء قبل التدخل الروسي أو بعده، لكن ما الذي كان يمكن أن تنتهي له الأزمة السورية لو لم يحدث التدخل الروسي؟ سؤال جيد جدا أستاذ يحيى، ويقتضي أعلى قدر من الصراحة في الجواب. المسألة في سوريا معقدة جدا. باختصار المشهد، لم تكن سوريا هي المقصودة، ولا العراق هو المقصود، ولا الشرق الأوسط هو المقصود. جرى في أوائل تسعينات القرن الماضي أن كانت هناك ورقة باسم وولفايتس برينسيبل، مبدأ وولفايتس، لاحقا رأيناه في وزارة الدفاع الأمريكية نائب لدونالد رامسفيلد. هذه الورقة تتحدث عن السيطرة على مقدرات العالم. لاحقا هذا الرجل كان هو المدخل إلى وثيقة البناك العام 97 بمعنى القرن الأمريكي. القرن الأمريكي أي الهيمنة الأمريكية على العالم ومقدراته، وأن يكون القرن 21 قرنا أمريكيا بامتياز. هذا الأمر تبلور بالعام 2010 فيما عرف باستدارة استراتيجية الاستدارة نحو آسيا. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الراديكاليات والأصوليات التي مسحتها بمسحة دينية وهي على علاقة معها منذ زمن أفغانستان، لتكون الخنجر في الخاصرة الصينية والروسية، بمعنى أن تقطع الطريق على روسيا الفينق القائم من رماد الاتحاد السوفيتي الشيوعية السابقة، وقطع الطريق على التنين الصيني القطب القادم للمنافسة مع القطب المنفرد بمقدرات العالم. من فهم هذا الأمر بجدارة؟
فهمه قيصر روسيا الجديد فلاديمير بوتين، يطلق عليه بطرس الأكبر الثاني في تاريخ روسيا القيصرية. لذلك فضل أن يذهب إلى ميدان الحرب الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيده. لو كانت داعش وأخواتها هيمنت على سوريا كانت ستهيمن على العراق، وكانت ستنطلق إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة. هو قطع الطريق. بالتأكيد كان لديه عقول ربما نحتاج إلى أمثال لها في عالمنا العربي. روسيا لديها الرجال والمرجعيات من وزن ألكسندر دوغين، هذا المفكر والفيلسوف الذي قدم أوراقا لبوتين بحتمية التدخل. بمعنى هنا باختصار القول أن روسيا لم تذهب إلى سوريا محبة وكرامة في بشار الأسد، والجميع يعرف تاريخ الرجل، ولا يعني من قبيل الحب المغرق في خوض الحروب، ولكن ذهبت بعيدا للدفاع عن أمنها القومي، ذهبت بعيدا لبلورة استراتيجية. انتهى زمن الأوليغاركية الروسية في زمن يلتسن وجاء شخص مجدد. الآن وأختم بهذا الكلام، لم تعد روسيا شريك في رسم السياسات، بل صارت صانع سياسات رئيسي في الشرق الأوسط وفي سوريا تحديدا. يعني أنا مع الدكتور إيميل أمين في أنه الكلام عن هالجزئية يحتاج إلى مزيد من الصراحة والمواجهة، لأنه في بعد عاطفي في الشارع العربي حول القضية. تتفق تختلف؟ وأكيد في بعض عاطفي، ولكن الواقع يختلف عن ذلك. يعني أنا أتفق معه أنه فعلا روسيا هي قد يكون أحد أسبابها أن هي تذهب إلى الإرهاب بدلا أن يأتي الإرهاب إليها لمحاربة الإرهاب. ثانيا للحفاظ على مصالحها، هناك في مصالح، يعني كنا نتحدث تحت الهواء أستاذ يحيى أنه هناك في ميناءين رئيسيين، قاعدتين عسكريتين في طرطوس وفي اللاذقية، هما الوحيدتين لروسيا على المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط. روسيا لن تتخلى عنهما مهما كان السبب. فوجودها في سوريا هذا أمر مفروغ منه، ولكن إلى جانب من؟ هي الآن تواجه إلى جانب النظام السوري لأنه لا يوجد بديل أمامها. ولكن إذا وجد البديل، أنا أعتقد روسيا لن تقف إلى جانب الأسد لحظة واحدة طالما الشعب السوري أختار قيادة أخرى. أعتقد هذا ما سيحصل في المستقبل، قد يكون القريب ولكن المتوسط. يعني فيها السياق يهمني رأيك، وعيد أنه الموضوع بحاجة إلى مواجهة، ونضيف عليه وش كان بيصير مستقبل داعش لولا أنه فيه دولة بهذه القوة. يعني التوظيف القذر اللي كانت تمارسه الاستخبارات الإيرانية والسورية للجماعات الإرهابية، ثم وش اللي كان ممكن يصير مصير هذا التنظيم وغيره من التنظيمات لو أنت تتدخل. هذه تحتاج إلى عراف أكثر من تحليل سياسي، لكن سأقرأها لك في منظور يمكن أوسع، في منظور الأمريكي الروسي. حكم انها امريكا وروسيا القطبان المسيطران على مجريات الكثير من الامور في العالم. روسيا الاشتراكيه ما قبل عام 89 كانت تتعامل مع منظمات شبابيه ومؤسسات وتنظيمات ارهابيه باسم الشيوعيين وباسم ذلك في كثير من دول العالم. وكانت المنظمات الشيوعيه الارهابيه اليساريه موجوده في معظم دول اوروبا وايضا في بعض الدول العربيه. وكانت تتعاطف مع التنظيمات التي تصنف في العالم الغربي ارهابيه. روسيا في الثمانينات روسيا أخرى بدأت تتشكل بصورة أخرى. الولايات المتحدة استمرت على نفس النهج، تتعامل إما من خلال وكالات أمنية أو من خلال وكلاء في المنطقة والعالم، وبريطانيا كانت أيضا حاضرة مع التنظيمات الإرهابية. وكانت هذه التنظيمات تحمل أو الرافعة للسياسة الخارجية الأمريكية فيما بعد 11 سبتمبر. ولذلك رأينا تحالفات غريبة ونشوء تنظيمات سريعة. يعني في العراق نشأ أكثر من 50 تنظيم ومسلح بعد 2003 دخول الأمريكان إلى حينما كان الملف السوري حاضرا في أيام الديمقراطيين ضمن العمل الاستخباري. كان هناك تنظيمات كثيرة وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتشجع شق صفوف التنظيمات إلى المزيد، يعني مزيد من التنظيمات حتى وصلت تجاوز 60. التعامل معها مع الأفاعي هو له إشكالاتها الكبرى، وعانت منه الكثير من الدول تعاملت مع هذه، لأنه العالم الخفي للإرهاب سيرتد يوما ما على من أطلق هذه الأفاعي من جحورها.
روسيا بوتين والآن في الحكم له 18 سنة من عام 2000 تقريبا، رئيس ثم رئيس وزراء ثم رئيس، وربما يتأهل ولاية رابعة في العام القادم حينما تنتهي ولاية الدستورية الثالثة. يتعامل بشكل مباشر مع الأنظمة، وحتى حينما يذكر له موضوع سوريا يقول أتعامل مع نظام موجود ارتضاه الشعب السوري وعضوه المتحدة مثل ما تعامل كل الدول. أنا لا أتعامل مع التنظيمات الإرهابية، وكل من يحمل السلاح غير الدولة هو في النهاية في وجهة نظر المؤسسة العسكرية والأمنية الروسية هو بالضرورة الإرهابي. روسيا أيضا خارجة من تجربة مرة جدا في موضوع الإرهاب في الجمهوريات التي كانت أو لا زالت ضمنيا تابع للاتحاد الروسي، سواء بأسماء إسلامية أو بأسماء أخرى، أسماء قومية. آخر تجربة في شبه جزيرة القرم 2014 حينما كان هناك إشكال كبير جدا وظهرت الثورة في أوكرانيا ضد التواجد الروسي، ثم اضطر الروس يدخل بالجيش ويحتلوا شبه جزيرة القرم. بوتين هو يبدو من قراءة الأحداث اللي تمت خلال 18 عاما هو فترة حكمه وتحكمه في القرار الروسي أنه يذهب إلى الموضوع بشكل مباشر ويحل بشكل حاسم عسكريا، وأيضا يحاول أن يستنصر الحلفاء الذين معه خاصة ألمانيا في مراحل معينة كانت إلى حد ما وهي الزعيمة الغير متوجة لأوروبا تحاول أن تدعم القرار السياسي والاقتصادي الروسي. هل تستطيع روسيا بوتين أو روسيا بشكل عام أن تستمر في المسرح الدولي بما يكلفهم النفقات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية في روسيا؟ أيضا كادت أن تنهار في بدايات التسعينيات، وحينما تعافت من 2007 وصاعدا لا تحتاج إلى المزيد من المغامرات التي ساهمت في مرحلة في سابقة في أن انهار الاتحاد السوفيتي حينما تبعثرت مقدرات الاتحاد السوفيتي الكبير العظيم بثرواته في مغامرات ونشر الشيوعية ومحاولة الانقلابات على الأنظمة المستقرة. بوتين يعي الدرس جيدا، وسوريا برغم أنها مو باختبار صغير جدا للسياسة الخارجية إلا أنها قد تكون تكلفتها عالية جدا. طيب من القاهرة أميل أمين، أنا أتذكر في المؤتمرات الصحفية اللي تجمع الجبير مع لافروف يعني في تباين في وجهات النظر. من الواضح أنه هذه الزيارة ليست زيارة الملفات المتفق عليها، لكنها زيارة الملفات التي يجب العمل عليها معا. إيش تتوقع فيما يتعلق بالملف السوري ثم ما يتعلق بالأزمة الجديدة الحادثة اللي هي المقاطعة اللي اتخذتها الدول الأربع تجاه قطر؟ سؤال جيد أستاذ يحيى. دعني أقول أن السياسات الدولية ليست شرطا أن تكون هناك بها مساحة يعني من الاتفاق والرؤية الواحدة الوان تراك مايند الذهنية الأحادية بشكل مطلق، هذا لم يوجد ولن يوجد في السياسات الدولية. يعني البعض يقول أن هناك المؤامرة وأن روسيا لديها مؤامرتها للمنطقة وأن أمريكا لديها، يعني أنا أرى أن المسألة أيسر من ذلك بكثير. المؤامرة هي خبز السياسة اليومي، هناك استراتيجيات. نعم ربما لا تتوافق الملفات في المملكة مع الملفات في روسيا بشكل كامل أو شامل أو تام، لكن دعنا نتوقف أمام إشكالية أهم، أن كل فراغ قوة، كل مربع للباور فاكيوم تترك المملكة عند الروس حكما ستملأه إيران وتركيا، يجب أن نتنبه لهذا جيدا. وإذا تحدثنا عن قطر فإن قطر يعني ليس لها وزن استراتيجي إنما هي دالة لإيران. أنا أتذكر الحوار الذي دار في مجلس الأمن الدولي بين مندوب قطر ومندوب روسيا الذي توفاه الله، قال له لا تحدثني بهذه اللهجة، أنت تتحدث إلى مندوب روسيا العظمى وغدا صباحا ربما يعني نستطيع أن لا تكون هناك قطر على الخارطة. الآن نحن أمام لعبة شطرنج إدراكية، ربما الملف السوري بالفعل واحد منها. الآن المصلحة الحقيقية في إنقاذ الشعب السوري، وهذا ما عملت وتعمل عليه المملكة منذ اليوم الأول للأزمة، ثم يعني إعادة بناء الدولة السورية، ثم وقف التدهور ووقف الامتداد الإيراني في، وهذا جهر به في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان. الآن حينما يشتد عود ويصبح التنسيق الدبلوماسي السعودي الروسي فاعل، الذي قرأ اليوم
حوار السيد سيرجي لافروف مع الأستاذ الكبير غسان شربل رئيس تحرير الشرق الأوسط، أظن أنه وجد اهتماما يعني فائق الوصف حتى بالملفات الخلافية قبل الملفات الوفاقية. طيب أنا خليني أستغل أيضا دقائق الهوى اللي متبقية لنا من القاهرة، وأبي نتوقف عند الجزئية الخاصة بملف الإرهاب. الآن الكثير من المقاتلين في كثير من مناطق الصراع قادمين من الجمهوريات الروسية، والمملكة أيضا من الدول ذات التجارب يعني المهمة عالميا في مواجهة الإرهاب، ولها تجارب مع العائدين أيضا. هل في خشية في موسكو أن يكون لتدخلها ثأر يسهم في ظهور جيل جديد من الإرهابيين داخل الجمهوريات الإسلامية، وكيف يمكن استمرار التعاون السعودي الروسي في مواجهة هالملف؟ أولا يعني في نقطتين، الإرهاب من أسف شديد لم يعد إرهابا عنقوديا مركزيا تراتبيا أو هيراركيا كما كان الحال في تنظيم القاعدة، والدليل حالة الذئاب المنفردة التي نعيشها الآن. تشظت ملامح ومعالم الإرهاب. من أسف أيضا أن العولمة فرضت على وسائط التواصل الاجتماعي نوعا سلبيا، أو وفرت لها نوعا سلبيا يتيح لها التجنيد حول العالم. في هذا السياق لابد من التعاون على صعيدين، التعاون الفكري والإيديولوجي، وهذا له مساراته التعليمية والتربوية والثقافية والفكرية، وكما أشار الزميل الفاضل الدكتور في الاستوديو، لأن روسيا الآن هي روسيا المسيحية الأرثوذكسية الواقفة صفا أمام الانحلال الغربي، وهذا يتفق كثيرا جدا مع مقررات ومقدرات الدين الإسلامي الحنيف. لذلك هناك نقطة لقاء يمكن أن نعظمها وأن نبني عليها حلفا مشتركا. على الجانب الآخر أخي العزيز، هناك التعاون اللوجستي، وهو أمر يمكن من خلال رجالات ودوائر الاستخبارات والأمن التنسيق لملاقات مثل تلك العوامل ومثل تلك الجماعات التي تعمل على هدم البلدان. أيضا لا أوفر القول أن الإرهاب ليس عشوائيا، أن هناك أياد بعينها تحرك، يعني بصريح القول أيضا هذه حلقة المصارحة. الروس اليوم يتحدثون عن أن غالبية الهجومات التي تحدث عليهم إنما تأتي من أفراد بالقرب من القواعد الأمريكية في سوريا. طيب شكرا جزيلا لك يا دكتور إيميل أمين، وهذه إن شاء الله يعني صحيح المرة الأولى، ولكن سنسعد بتكرارها معك مستقبلا. شكرا جزيلا لك لتشريفنا. أباخذ فاصل ونرجع حول الجزئية المتعلقة بالإرهاب، خاصة أنه المملكة ربما تكون الدولة الرائدة رقم واحد التي يعول عليها العالم في صناعة خطاب معتدل لتجربتها ولثقلها الروحي. تفضل أحمد. من جديد في الليلة أهلا وسهلا بكم، والزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا. في موضوع الإرهاب، وزي ما كنا نحكي قبل الفاصل، بالنظر إلى التجربة السعودية وبالنظر إلى أن السعودية هي الكيان اللي يمكن يراهن عليه العالم فعلا في بناء خطاب معتدل، بالنظر حتى إلى يعني انتشار وكثافة المسلمين في بلد مثل روسيا. وبالتأكيد طبعا المملكة لها تجربة ثرية في مكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الميداني أو على الصعيد الفكري. أنا أعتقد أن المملكة ممكن أن يعني أو هي بالفعل تقوم بدور جدا فاعل، وهناك في تعاون روسي سعودي في مجال مكافحة الإرهاب. أعتقد أنه في تنسيق دائم. أعتقد أن الخطاب الروحي تحدث عنه كون المملكة هي الدولة قائدة العالم الإسلامي بكل وضوح. أعتقد أنها ممكن من خلال خطابها الوسطي المعتدل، أعتقد أنها هي
تؤثر في الكثير من الشعوب الإسلامية. ولكن يجب أن نضع يعني نقاط فوق الحروف أخوي يحيى، أنه هؤلاء الإرهابيين لا يستجيبون لهذه الخطابات، هم لهم أجندة، فبالتالي التأثير فيهم ليس بالتأثير القوي من خلال الخطاب المباشر. هناك تحتاج إلى أدوات كثيرة بحيث أنك أنت تصل لهم وتصل إلى إقناعهم وتغيير فكرهم، لأن هناك في خطة وخطة مقابل لها. فأنا أعتقد المملكة ممكن أن تلعب هذا الدور من خلال سواء التعاون مع روسيا، مع الولايات المتحدة، مع جميع دول العالم، بحيث أنها هي تضع الأسس التي يمكن. وهناك إجادات كما تعرف الدكتور فايز، إجادات دولية بتجربة المملكة في سواء المناصحة أو في التعامل الميداني مع الإرهاب. طيب في هالجانب دكتور ذا بتعلق، لكن أنا ودي أسألك على لجنة الصداقة السعودية الروسية الحين، وش أبرز المحاور اللي تشتغل عليها هذه اللجنة؟ هل هي في الشق البرلماني فقط؟ طبعا لجان الصداقة بشكل عام هي مسؤولة عن تمثيل العلاقات الثقافية والإنسانية والاجتماعية بين الشعوب، وهذا أنا أتصور أنه حكم أنها الجسر الذي ممكن أن يحمي أي يعني ربما اختلافات سياسية. وفي مراحل معينة للجان الصداقة يعني تلعب دورها وواجبها بأن تكون هي المقرب لوجهات النظر بين النخب في البلدين، وبالتالي تستطيع أن تضع الدبلوماسية الشعبية ضمن أدوات القوة الناعمة للدولة. في موضوع الإرهاب تحديدا، طبعا لنا مع الاتحاد السوفيتي وأيضا الدول اللي كانت منضوية الاتحاد السوفيتي تجارب رائعة جدا في مجال تصحيح الصورة الذهنية للمملكة وللثقافة وللمجتمع السعودي، وأيضا استضفنا مجموعات من الدول سواء من الاتحاد السوفيتي، وكان لدينا في بداية العام رئيسة مجلس الشيوخ الروسي وهي ثاني شخصية في الدولة الروسية، وأيضا مجموعة من الدبلوماسيين، ونلتقي مع الدبلوماسيين هنا في المملكة السفير وبعض القناصر، وهناك تفاهمات ويجري عمل بحسب صلاحياتنا وبحسب أيضا اختصاصاتنا أيضا. أما في موضوع الإرهاب، روسيا لأول مرة تعلن عن قائمة بخمسين منظمة إرهابية قريبا، وضعت كل معظم التنظيمات التي وردت في قائمة المملكة العربية السعودية ودول الخليج أيضا ضمن هذه القائمة، ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين. روسيا لديها التجربة المرة كما ذكرنا، وأيضا هي تعرف أن المملكة العربية السعودية هي المرجعية الفكرية للعالم الإسلامي. ولذلك حينما ذكر أخي هاني عن موضوع المتشددين لا يمكن طبعا تغيير، هؤلاء أصبحوا قنابل تتحرك ومشاريع عنف تجري في المجتمعات. المشكلة هي أن لا ينضم إلى هؤلاء آخرون، وبالتالي هنا يأتي دور الوقاية والتحصين، وذلك مركز اعتدال وكثير من المؤسسات التي الآن ترعاها المملكة في الداخل والخارج، والحوارات والمؤتمرات التي الآن تدشنها رابط العالم الإسلامي في أكثر من عاصمة أوروبية، هو إعطاء الوجه الحقيقي وأيضا ذكر الفتوى صريح وتسمية الأشياء بأسماء. السياسي سمى التنظيمات الإرهابية وأصدر فيها قائمة. الآن المؤسسات الدينية تقول لماذا هذه المؤسسة أو هذه التنظيمات عدة تنظيمات عنف وإرهاب وخارجة عن سلطان الدين والدولة. هنا تأتي شرح لهذه وللجان الصداقة ولمؤسسات الفتوى ولرجال الدين ولشيخ الحرم وما إلى ذلك، لأنه لا يمكن مواجهة فكر بهذه العدمية وبهذه القوة عاثقة على مدى أربعة عقود إلا بجهد موازي في العمق والتأثير وتنوع الشخصيات والمؤسسات التي تعمل عليه. روسيا تعلم جيدا بأن المملكة العربية السعودية واجهت الإرهاب بشكل واضح ومنذ البدايات، يعني في داخل الحرم المكي حينما المجموعة التي سقطت مجموعة جهيمان في الحرم لم تتردد المملكة في بيت الله الحرام بأن تواجه هذه المجموعة بالقوة المسلحة، لم تتردد المملكة بأن تواجه هذه التنظيمات القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات التي ظهرت بذات القوة وردة الفعل وأيضا بالجهد الفكري. المملكة لا يستطيع أحد أن يزايد عليها بدينها، لأنها هي دولة مقر ومحض للإسلام، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونظامها ونظام الحكم يستمد منهجه من الشريعة الإسلامية. لذلك هذه المنظمات تظهر في مراحل من التقاطعات السياسية بين الدول، تقاطع المصالح، تستثمر مثل الفطر، نبات الفطر، أو مثل تأتي في المناطق المتخلخلة تستغل الفراغات. روسيا لديها مشكلة أخرى أيضا، هي تعلم بأن تنظيف منطقة الشرق الأوسط من هذه التنظيمات خاصة في روسيا والعراق قد يلجأ بعض هذه التنظيمات وفلولها وقياداتها للذهاب للمناطق الرخوة داخل الاتحاد السوفيتي تحت أكثر من عنوان كما ذكرنا في مرة سابقة، ربما تنظيمات إغاثية دعوية، حتى أيضا مؤسسات ربما بواجهات أخرى. ولذلك استبقت ذلك بالتنظيم وإعلان الأسماء بصراحة وباستقبال الدولة القائدة بالعالم الإسلامي لتسمع منها
توقعي في هذه القمة أن يكون المشترك بيننا وبين روسيا هو الحاضر على الطاولة وليس المختلف عليه، لأنه المشترك حينما يتسع سيضيق مساحة المختلف في المجال السياسي وغيره. الأكثر من 200 رجل أعمال سيكون في هذه المهمة، اتفاقيات قديمة وحديثة في موضوع الطاقة والتسليح وما إلى ذلك. إذا تفعلت هذه الاتفاقيات بشكل وأصبحت المصالح المتبادلة بشكل مرن، واشتغل الجانب الثقافي الآن في وفد ثقافي وإعلامي أيضا موجود في موسكو، نتمنى لا تكون هذه الوفود وهذه الاجتماعات هي مجرد يومين أو ثلاثة، نتمنى أن تنظم وزارة الإعلام والمؤسسات الثقافية برامج على مدار العام للدول المهمة، وأن لا يعني أن لا تكون البيروقراطية حائلا بينها وبين أن نصل إلى الشعوب. الآن الشعوب تلتقي على تويتر وعلى الإنترنت وعلى الفضائيات، وحينما يكون هناك مقطع مسيء أو 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 أو, أو شخص يجتهد باسم الدين يقول فتوى، فهي تنتشر في طول العالم معرضة. لا يمكن مسح التأثير المباشر مثل هذه المقاطع زي رأي حق الربع وكثيرون. لا يمكن مسح مقطع يصبح حديث الناس على برامج التوك شو في كل محطات التلفزيون في العالم إلا من خلال أن تكون أنت موجود في الفعاليات والمؤسسات الثقافية. ولدينا رموز فكرية رائعة جدا، هذا الشعب لديه مخزون من الرجال والنساء في كل مجال يستطيعون أن يكون سفراء رائعين جدا. أيضا نستغل، وهذه دائما أركز عليها، المهتمين بالثقافة العربية والتاريخ المملكة العربية السعودية، وهم كثر جدا، وهم كثر محبين، ولكن لا يجدون من يتبنى أفكارهم. ليس الموضوع موضوع شراء ذمم، بل المملكة العربية السعودية ليس لديها ما تخفيه. يعني في النهاية هي بلد تعلن كل ملفاتها. حينما نتبنى مثل هؤلاء، وأيضا يكون لدينا أيضا فرق تذهب إلى هذه الدول، ستكون أقوى من أكثر المجهودات الرسمية الحكومية التي قد تكون بيروقراطية وغير ناجحة. في هذا الجانب أخوي هاني، خلنا بنسألك نوية الآن كصحفي، وترى يعني هذه المحورية والعمق للثقافة الروسية، إيش اللي تشوف أنه في محاور أو عناوين مهمة يجب أن تشتغل عليها لجان الصداقة من الداخل السعودي لإبرازها لهذه الثقافة العريقة؟ مثل ما تفضل دكتور فايز، يعني اللي احنا عادة ما تم يعني الآن في فرق شعبية الآن في الزيارة هذه في أيام ثقافية سعودية تمتد إلى 10 أيام متنوعة، فيها عروض سينمائية، فيها عروض مسرحية، فيها عروض فنية موجودة الآن. ولكن مثل ما تفضل الدكتور فايز أنه هو هذه تأتي في مناسبة وتنتهي، ولكن الاستمرارية غير موجودة، هذا هو المطلوب، استمرارية حتى تصل الرسالة صحيحة والأكبر عدد ممكن من الناس أن تكون مستمرة. أما أنها تأتي ومن ثم تذهب وكل شيء ينسى، أعتقد هذا يعني دور هذه أعتقد جمعيات الصداقة المشتركة سواء بالنسبة لروسيا أو غيرها من الدول، هي من تعزز الأواصر الثقافية بين الشعوب. ختم دكتور على النقطة. أبدا، نحن في على كافة المستويات نتكلمنا كإعلاميين أو كأعضاء الشورى أو كمهتمين بالشأن العام، هذا التوجه الذي يعني يقوده خادم الحرمين الشريفين ويديره ويهندسه الأمير محمد بن سلمان بكل جرأة ووضوح، هو الذي سيصنع لنا الفرق في المستقبل. تسمية الأشياء بأسمائها، الوضوح مع الأصدقاء والخصوم، أيضا الإعلان النوايا كما هي، التركيز على مصالح المملكة ومصالح الشعب السعودي واستقراره ونمائه، وحل كل الملفات وأيضا عناصر الضغط التي يمكن أن تشكل على المجتمع السعودي وعلى السياسي السعودي، يجب أن تكون هذه هي أيضا القاطرة التي تقودنا إلى المستقبل. شكرا جزيلا دكتور فايز الشهري، شكرا جزيلا أستاذ هاني وفا، شكرا أيضا أميل أمين من القاهرة. بكرة الخميس أيضا في ذات الوقت مستمرين في متابعة أبرز المحاور والملفات التي ستشهدها هذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا. مساء الخير.